السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو الرابع حول تعليم برنامج أو حول تعلم برنامج الفوتو فلتر، نقوم بتنفيذ البرنامج ثم نفتح الصورة المراد تعديلها. أبغيك نفتح الصورة المراد تعديلها، الصورة التي نشتغل عليها دائما. إذا هنا في هذا الدرس سوف نشاهد كيفية تحديد جزء من هذه الصورة، كيفية تحديد جزء من الصورة. إذا أداة التحديد هي السهم التالي، هي أداة التحديد، يمكن تحديد جزء من الصورة انطلاقا من هذه الأداة. عند تحديد هذه الأداة تظهر هنا عدة أدوات تابعة لهذه الأداة. لاحظ عندما نغير الأداة يتغير ما يوجد هنا. إذن هنا خصائص كل أداة، هذه الأداة هي أداة تحديد جزء وخصائصها هي الخصائص التالية. إذن هنا تحديد جزء على شكل رباعي قائم، جزء على شكل رباعي قائم، يمكن تحديد هذا الجزء، وهنا يمكن أن نقوم بنسخه أو إلى آخره، كوبيه ثم نضعه في مكان آخر. هنا لاحظ جيدا، عندما نريد مثلا أن نقوم بنسخه في صورة أخرى، نفتح صورة أخرى ونقوم بنسخه في صورة أخرى، وفي مثلا هذه الصورة نريد أن نقوم بنسخه هنا، نضعه اليمين ثم نضغط فوق كولي، ثم نتحكم في الصورة كما نريد. لاحظ، إذا قمنا بتحديد جزء رباعي. وهنا لاحظ عندما نضغط هنا في فراغ باليمين نجد كولي كونتانكو إيماج، يعني كصورة منعزلة، يمكن لصقه كصورة منعزلة. قمنا بنسخ الجزء كصورة أخرى جديدة. إذا نحن لا نحتاج إلى هذا في هذه الحصة. كيف نحدد جزء دائري؟ نضغط على هذه الأداة ثم نختار دائرة ثم نحدد جزء دائري. لاحظ جيدا، جزء دائري. نضغط باليمين كوبي، يمكن لصقه أينما نريد كولي. لاحظ فاليد، إذا شكل دائري ثم شكل يعني دائري من عند الأطراف أو عند الرؤوس، دائري نوعا ما، وأشكال أخرى هنا، أشكال أخرى. لكن المهم عندنا هنا هو هاتين الأداتين. هذه الأداة إذا أردت التحكم في الجزء بدقة جيدة، نقوم بتكبير الصورة كي نستطيع ذلك. تل نريد نسخ فقط الكرة التالية، نضغط ثم نحرك، نضغط على زر الماوس ثم نحرك كما نشاء. إذا انتهينا، ثم نضغط باليمين كوبي ثم نقوم بنسخها أينما نريد. لاحظ جيدا، قمنا بنسخ فقط الكرة. يمكن أن نقوم بتعديل هذا النسخ، ثم نضغط كونتور باليمين ثم نختار كونتور. اوكي، اذا قمنا بلصق الكره وتعديلها. لاحظ، والاداه الثانيه هي هذه الاداه، تشبه هذه الاداه نوعا ما لكن هذه سهله اكثر. لاحظ، اذا اردنا ان نقوم بنسخ هذا المكعب، نضغط هنا ثم نحرك الماوس ثم نضغط هنا، نضغط فقط في رؤوس الشكل، نضغط هنا، نحرك ثم نضغط مرة واحدة، نحرك ثم نضغط مرة واحدة إلى غير ذلك، حتى ننتهي من الشكل، ثم حتى نغلق الشكل. إذا لاحظ، نضغط باليمين كوبي مثلا ثم كولي. إذا تعلمنا في هذه الحصة طريقة تحديد جزء محدد معين من الصورة، تحديد جزء معين من الصورة. فاليدي لو كولاج، إذا لاحظ قمنا بنسخ هذين الجزئين.
هنا يمكن أن نقوم بإضافة شكل آخر أو تحميل شكل آخر. يمكن أن نقوم بتحميل شكل آخر، لاحظ جيدا هنا فلاش أو كخوا أو أنفوبيل مثلا، لاحظ جيدا قمنا بتحديد شكل آخر، هذا الشكل كوبي كولي، لاحظ الشكل الذي قمنا بنسخه، وأشكال أخرى يمكن أن تقوم بتحديدها كخوا، لاحظ جيدا شكل زائد كوبي كولي، ويمكن يعني تحديد أشكال أخرى وفاليدي الكولاج. هنا مربع، هنا يعني قلب، يعني مثلا لاحظ جيدا هذه الأداة مهمة نوعا ما، لاحظ جيدا إذا قمنا بتحديد الكرة هنا فقط، الكرة فقط نختار شكل، نقوم بتحديد تحديدها تلقى من شكل عادي مربع، ثم نقوم باختيار دائري. إذا لاحظ جيدا قمنا بتحديد الكرة، إذا أردنا أن نقوم بنسخ كل ما يلي ما عدا الكرة نضغط هنا، إذن سوف نقوم بنسخ كل شكل ما عدا الكرة كوبي. لاحظ عند نسخ الجزء الذي قمنا بطبعه، لاحظ كل شيء تم نسخه إلا الكرة لم يتم نسخها، إذن هذا لقلب الجزء المحدد. هنا شكل 3 على 4، يعني شكل عادي 3 على 4 كما هو في الصورة التالية. إذن نشكركم ونلتقي في درس مقبل بحول الله.